بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. كثيرا ما يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: كيف أستطيع التعرف على الإشارات الحقيقية للكنوز؟ وكيف أميز بين الإشارات الحقيقية الثمينة والإشارات التي لا فائدة منها؟ أقول وبالله نستعين. حتى تستطيع أن تحصل على إشارة ثمينة حقيقية بثقة وقوة، يجب عليك أن تتبع الإرشادات التالية. أولاً، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة في أصول علم الإشارات والرموز الأثرية من مصدر واحد، ولا تشتت نفسك بين أكثر من مدرسة حتى لا تختلط عليك الأمور، فهناك المصادر الموثوقة وهناك المصادر التي لا تهمها مصلحتك. ثانيا، عليك بالصبر في التعلم والبحث وعدم التسرع والتهور، فإن الوقت الذي تنفقه في تعلم علم تحليل الإشارات والرموز الأثرية من مصدر موثوق وكفؤ لن يذهب سدى، وسيوصلك في النهاية إلى هدفك. ثالثا، عليك بتحرير عقلك من الخرافات والأوهام المرافقة لعلم تحليل الإشارات والرموز الأثرية لتكون واقعيا، فتبحث عن أشياء واقعية وليست خيالات وأوهام، فإن نبذ الخرافات والأوهام هو نصف الطريق نحو هدفك في الوصول إلى كنز حقيقي. رابعا، عليك أن تكون مجدا في التعلم وتطبيق ما تتعلمه، ولا تتناسى شيئا منه، وخاصة فيما يتعلق بشروط جمع المعلومات الصحيحة عن إشارة محددة وتطبيقها عمليا وتكثيف الجهود الشخصية في هذا المجال. خامسا، عليك أن تثري عقلك بالمعلومات التاريخية الصحيحة بخصوص الأمم السابقة من حيث أفكارهم ومعتقداتهم وأساطيرهم وعلومهم وطرق معيشتهم، وذلك بهدف تحصين نفسك وعقلك بالمعلومة الصحيحة والموثقة علميا والتي لها دور أساسي في حصولك على كنز حقيقي. سادسا، أن تستشير ذوي الخبرة ومن لهم باع في علم تحليل الإشارات والرموز نظريا وعمليا، وأن تنزل عند مشورتهم وتتخلى عن فكرة أنك العبقري وأن الآخرين مجرد مستشارين لك. سابعا، أن تكثف جولاتك الميدانية في المواقع الأثرية من أجل النظر في حقيقة ما تركه القدماء، وكيف بنوا وعمروا وصنعوا ورسموا وأكلوا وشربوا وتبايعوا وعبدوا واندثروا. ثامنا، أن تتعلم المهارات المرافقة لعلم تحليل الإشارات مثل التدرب على الأجهزة العلمية اليدوية والإلكترونية المتنوعة كالأسياخ النحاسية، فهي مساعد مهم يقف إلى جانبك عندما يتخلى عنك الآخرون، وهي بمثابة بندقية الصيد التي لا غنى للصياد عنها. تاسعا، أن تتعامل بحذر وانتباه مع الرموز التي تعثر عليها، فلا تكسر منها شيئا مهما صغر، وأن تستخدم الأدوات الدقيقة أثناء التعامل مع إشارة أو رمز معين ودراستها، مثل المسطرة والمفك والفرشاة والمطرقة الصغيرة، لأن قيمة الإشارة تكمن في الحصول عليها كاملة دون نقص. هذه هي الخطوات التسعة الموصلة لك إلى أهدافك، متمنيا لجميع المتابعين والباحثين والدارسين التعلم الصحيح والتطبيق الأصح لما تعلموه نحو طريق تحقيق الهدف الذي يريدونه. شاكرا لكم حسن المتابعة والمثابرة. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.